والمشاهدين مساء الخير. نرجع نتكلم مع بعض على الفصام بشكل مختصر. زي ما قلنا الفصام مش هو الشخص اللي عنده شخصيتين او عنده فصام في الشخصية او شخصيته بتتقسم. الفصام ده اضطراب عقلي او اضطراب بيعيق في الصحة العقلية، عنده أعراض سلبية أعراض إيجابية. الأعراض السلبية مش يعني أعراض الإيجابية، يعني مش يعني أعراض كويسة، يعني أعراض ظاهرة وبارزة اللي هي خلل في الكلام، خلل في التفكير، خلل في الإدراك، خلل في السلوك. الفصام ده مرض زي ما قلنا في حلقات فاتت، هو بيكون عند الذكور بيبدأ ساعات من سن 16 أو ممكن يبدأ 25، عند الإناث بيتأخر شوية، ممكن يبدأ 25 إلى 30 سنة. الاضطراب الفصام بيصيب أو بيكون في ناس مهيئين أو عندهم عرضة أو عندهم قابلية لإصابة بالمرض، اللي هم نسبة 1.3 إلى 1.7 من أي مجتمع. الاضطراب الفصام للأسف الشديد بيعيق الشخص وبيخليه غير قادر على أن هو يدير حياته بشكل عادي، فبالتالي يحتاج لرعاية أكتر، فبالتالي هو بيكلف مبالغ كبيرة جدا، فبالتالي بيحتاج إلى أدوية، فبالتالي إحنا هيكون عندنا مراكز مهتمة أو بتقدم خدمة لنسبة كبيرة من المجتمع. إذن إحنا محتاجين إن إحنا نكون عندنا توعية بالمرض، يكون عندنا قدرة إن إحنا نفهم إمتى نروح نستشير حد متخصص في المجال عشان نكتشف أي عرض من الأعراض عند أولادنا أو بناتنا. المرض ده للأسف بيرتبط بمشكلة كبيرة اللي هي الاضطرابات ما يسمى بالاضطرابات المزدوجة. زي ما قلنا ناس كتير جدا من الأشخاص اللي عندهم اضطراب الفصام بيتعاطوا المواد المخدرة بكل أنواعها، سواء كانت مهلوسات، منبهات، مهدئات، منشطات، وبالذات الأنواع اللي هي اللوكل أو الأنواع المحلية المعروفة، فبالتالي بتتعقد. فالشخص اللي يكون عنده اضطراب فصام بيتعاطى مواد مخدرة بيكون عنده مشكلتين: مشكلة الاعتماد على المواد المخدرة، مشكلة اضطراب الفصام، واللي هو بنسميه التشخيص المزدوج. في مرض تاني قد يتداخل مع اضطراب الفصام، وخاصة في نوع من أنواع الفصام اللي هو يسموه الفصام الوجداني، اللي هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. ناس كتير جدا بتتشخص عندها بيبولر وبيحصل لخبطة، أو الناس مش بتفهم هل ده فصام أو ده اضطراب مزاجي. والاضطراب ده كمان بيرتبط بتعاطي المواد المخدرة اللي هي بتتسمى الاضطرابات المزدوجة. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم بشكل أكتر تفصيل على اضطراب ثنائي القطب أو الاضطرابات المزاجية أو الاضطرابات اللي بتكون فيها خلل في المزاج، وحنقول حنحاول ان احنا نفهم ايه الفرق بينها وما بين الفصام، ويعني ايه اضطراب مزدوج. اذا نعيد ونقول: الفصام هو اضطراب في الصحة العقلية، بيكون البني ادم عنده خلل في الادراك، خلل في التفكير، خلل في السلوك، خلل في الكلام، في حاجة يسموها الحالة العقلية او قياس الحالة العقلية. المريض ساعات كتير جدا بيكون عنده اضطراب في الدراية بالزمان وكام. المريض طبعا من الصعب جدا، بتحصل صدمات كتير جدا مع الاهالي في البيوت، سواء كانت المريض او المريضه، ساعات تحصل خناق، ساعات يتم استخدام ادوات حاده، ساعات يتم استخدام العنف لسبب بسيط جدا، انك انت تحاول تقنع المريض بشكل منطقي ان الكلام اللي بيقوله مش صح. مثلا بتقنعه ان هو الناس مش بتتكلم عليه، التلفزيون مش بيبص افكاره، او الراديو، ان هو مش شخصيه عظيمه، ان ما فيش حد بيتامر عليه، ان كل الكلام ده غير منطقي. ساعات بيحتد النقاش، بنرفع صوتنا وبنستفزه، فبيكون هو متوتر جدا او هي متوتره جدا، ممكن تاذي نفسها وتاذي الاشخاص المحيطين بها. الحاجه الثانيه طبعا في حاجه يسموها للاسف الشديد هو الانتحار، او محاوله ان الانسان يقضي على حياته بسبب المرض. الفصام هو او الاضطرابات العقليه من ضمنها الفصام هي قد تكون احد الاسباب الرئيسيه للانتحار او محاولات الانتحار. إذن في الحلقات الجايه بعد ما اتكلمنا على الفصام هنتكلم بشكل موسع على اضطراب ثنائي القطب او ما يسمى اضطراب البايبولر، وكذلك الاضطراب التشخيصات المزدوجه اللي هو البني ادم او الشخص الولد او البنت او الميل او الفيميل اللي بيتعاطى مواد مخدره وعنده اضطراب في الصحه العقليه. هنركز اكتر، هنحاول نفهم مش بشكل متخصص دقيق قوي، بس هنحاول نفهم للتوعيه. اشكركم وان شاء الله نتقابل في الحلقات الجايه اللي هنتكلم فيها على التشخيص المزدوج وعلى الاضطرابات المزاجيه. شكرا